غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة. ولدى وصول سيادته للعاصمة أثينا كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة اليونانيين وأعضاء السفارة المصرية في أثينا. هذا وقد استهل السيد الرئيس القمة بجلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين وسبل دفعها لآفاق أوسع لما للعلاقات المصرية اليونانية من تاريخ طويل وممتد عبر السنين، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الشعبين. عقبتها جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وتناول اللقاء مجمل العلاقات المصرية القبرصية وسبل دفعها في كافة المجالات خاصة التعاون الإقليمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة أثينا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثمان السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. أعقب ذلك بداية أعمال القمة المصرية اليونانية القبرصية والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة. وكذا مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول الثلاث. وفي نهاية القمة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثينا عائداً إلى أرض الوطن. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام. العلاقات الاستراتيجية والتنسيق للمستقبل بين مصر وقبرص واليونان هو عنوان القمة التاسعة التي عقدت بين زعماء الدول الثلاثة في أثينا اليوم. الكثير من مجالات النقاش سواء في المجال التجاري أو الاقتصادي أو الاستثماري أو حتى على المستوى السياسي والأمني بالتأكيد كانت محور هذه القمة. برحب مع حضراتكم للمزيد من التحليل بضيفي في هذا الحوار الأستاذ عبد الجواد أبو كب الكاتب الصحفي. برحب بسيادتك منورني. أهلا وسهلا. أهلا بحياتك والسادة المشاهدين. في كل قمة من القمم التسعة الثمانية الماضية والتسعة اليوم كان في مرحلة بيتم البناء عليها،
تابعت ازاي ابرز المحطات التي كانت في مثل هذه القمم حتى اليوم؟ يعني خلينا نقول من 2014 حتى 2021 نحن نتحدث عن سلسلة متصلة. صحيح. يعني في الحقيقة ما تم البناء عليه، يعني أول قمة تحدثنا عن القانون الدولي وعن التعاون الثلاثي المشترك وعما يمكن أن يكون هناك قواعد أساسية تم البناء عليها بين الدول الثلاثة، وعن التكامل الاستراتيجي كما يصفه دائما السيد الرئيس. لما مشينا في هذه القمم في الحقيقة احنا اتكلمنا على ترسيم الحدود، واتكلمنا على توزيع الثروات وفق القانون الدولي، واتكلمنا على فكرة مكافحة الإرهاب منذ القمة. صحيح. الثانية، واتكلمنا على حلحلة القضية الفلسطينية والتوافق حول رؤية واحدة بالنسبة للدول التلاتة. ثم تحدثنا عن فكرة التعاون الاقتصادي بشكل كبير جدا، وخلينا نقول انه ميزان القوة حتى في البحر المتوسط بهذا الثالوث خلينا نقول المتكامل بحق تغير تماما. يعني الصلف التركي مثلا على سبيل المثال، هذه القمم وما نتج عنها كان سببا رئيسيا في تحسين أوضاع كثيرة حتى بالنسبة للجانب القبرصي التي المستهدف دائما من قبل الجانب التركي. فكرة التعاون في القضايا ذات الشأن المشترك، الهجرة غير الشرعية وهو ما تم التأكيد عليه أيضا في القمة التاسعة اليوم، مكافحة الإرهاب. يعني يمكن ناس كتير جدا استغربت على فكرة أنه داعش سوريا ليه النهاردة، يعني ودي قصة يعني سنأتي إليها. لكن الفكرة أنه في رؤية واضحة منذ 2014 حتى 2021، في خطط تم البناء عليها، في إعادة لتدوير الأمور إذا ما كانت تحتاج إلى بعض الدعم في بعض الاتجاهات سواء كان جانبا اقتصاديا أو غير اقتصادي. لكن الشاهد أنه حتى في مجال التعاون العسكري شفنا زيارات متبادلة ما بين القيادات العسكرية بين الدول الثلاثة. في القصة الخاصة بإعادة إحياء الجزور يعني اليونانيين والقبرصيين، يعني دايما البحر المتوسط لم يكن عائقا ما بين العلاقات، وشوارع الإسكندرية تشهد على صحيح. هذا بالعكس الأمر. كان إحدى الروابط الأساسية. صحيح. صحيح. أنا بكمل مع سيادتك استعرض. فالقصة أنه أنت لا تتحدث عن علاقات جافة، يعني أنت تتحدث عن علاقات ناعمة، تتحدث عن علاقات يعني تكامل ما بين الشعوب الثلاثة. وده بالمناسبة يعني كان أمرا مفتقدا، وفي تقديري أنه هو أمر مفتقد في السياسة الدولية بشكل كبير جدا. يعني هذا التوافق يعني أنا ما شفتوش موجود ما بين شعوب بهذا الشكل. صحيح. وبهذه القصة، لأنه إحياء الحقيقة إحياء علاقات قديمة. صحيح. بشكل أساسي يعني. صحيح. وحنشوف يعني الجهد اللي اتعمل من وزارة الهجرة في فكرة هذا الإحياء والجو اللي موجود في اسكندرية دلوقتي، وإعادة يعني خلينا أقول النشاط الكبير للجاليات اليونانية والقبرصية في الإسكندرية أو في القاهرة هنا، وإحنا عندنا يعني أكثر من نادي يوناني في القاهرة. القصة مختلفة لأنك تربط الشعوب قبل أن تربط العلاقات والمصالح. الحقيقة يمكن يعني وإحنا بنتابع أعمال هذه القمة أو القمم المختلفة بنرصد كمان قبرص واليونان بتقول إيه عن مصر. يعني التحليلات بتقول أو الكلام بيقول إن اليونان وقبرص بيقدموا مصر كواحدة من أهم دول المنطقة على الإطلاق، وبيأكدوا أن العلاقات مع مصر هي استثمار في الاستقرار بشكل أساسي جدا وله الكثير من الجوانب. من هنا انبثقت مجالات تعاون مختلفة، الجانب الاقتصادي والتجاري، الجانب السياسي والأمني، وحتى الجانب العسكري. خلينا نقسم الحوار لمجموعة من النقاط. لو بتكلم عن التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وقبرص واليونان، اليوم بيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، تجارة جديدة هي التجارة في مجال الطاقة. حاجة بتشوف هذا الجانب ازاي؟ يعني خلينا اقول ان حلم تصدير الطاقة والربط الكهربي ده كان حلم مصري قديم لم يتحقق في عهود سابقة. ويمكن السيد الرئيس كان ليه جملة النهاردة مهمة جدا، انه يعني لما عبر عن مدى سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بالتحديد، لان انت بتتكلم على محور الطاقة بالتحديد محور ازمة لدى دول كثيرة جدا، وانت دولة أحد الأشياء التي تلعب فيها بنجاح كبير جدا في الفترة الماضية هي ملف الطاقة. يعني لو تكلمنا عن طاقة البترول فأنت لاعب أساسي دلوقتي. صحيح. وسددت عجز كبير جدا موجود في الداخل المصري. لكن لما بتتكلم على الربط الكهربائي فده أحد الأحلام الكبيرة اللي تخليك
تتكلم بعد كده على زيادة إنتاجك من الطاقة الكهربائية، تتكلم على الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، تتكلم على أنه هذه بداية لمحطات أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، ودي من الأحلام الكبيرة اللي يمكن لو احنا فاكرين شوية بس أنه السيد الرئيس عندما كان في جولته الأولى للانتخابات قعد مع كل الخبراء العالميين المصريين، وكان جزء أساسي من هذه الجلسات هذا الموضوع المهم. إذن رقم واحد، لدينا استراتيجية قديمة حتى قبل أن يتم التعاون الثلاثي، لدينا رؤية في هذا المجال، ننفذ هذه الرؤية ونجني ثمار ما زرعناه سابقا اليوم. وعلشان كده أنا في تقديري أنه أنت ماشي باستراتيجية يعني خلينا أقول مدهشة ومعجزة للعالم، لكن أيضا أنت لا تنسى الجميع، أنت بتتعاون، ومبدأ الشراكة مبدأ مصري مهم جدا. الاستثمار في الطاقة أحد الحاجات والحلول السحرية، لأن أنت بتتكلم على دخول إضافية، يعني أنت تحسن أوضاعك بشكل كبير جدا وتصدر ما لديك وتتعاون بشكل، خلينا أقول أنه ده سياسة كمان مش اقتصاد بس. يعني أنت صحيح. لما بتشتغل في ملف الطاقة بالتحديد هو أحد الركائز الأساسية في مجال السياسة، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي تقديري أن القادم أفضل بالنسبة لهذا الوطن في هذا الملف بالتحديد. طيب خلينا أكمل في النقطة دي، الحقيقة محتاجة مزيد من التوقف عندها. أوروبا حاليا بتعاني من عجز في مجال الغاز تحديدا بشكل أساسي، في طفرة كبيرة وفي ارتفاع في الأسعار فيما يتعلق بالغاز بعد حالة النمو الاقتصادي الكبير اللي بدأت في أوروبا بعد التعافي من جائحة كورونا بشكل أو بآخر. على الجانب الآخر مصر حققت اكتفاء ذاتي من الغاز، في طموحات كبيرة جدا في مصر فيما يتعلق باكتشافات الغاز وتصدير الغاز، بل كمان مصر بتستورد الغاز من بعض دول المنطقة وتقوم بعمليات تسهيل، وهذا بيكون منعطف مهم جدا بالنسبة للقارة الأوروبية. أهمية هذا الجانب في مثل هذه اللقاءات إضافة إلى تصدير أو الربط الكهربائي، ده مهم جدا زي ما قلنا أنه ملف الطاقة ده من الملفات المهمة، لكن زي ما حضرتك تفضلت أن تتحول إلى هب في المنطقة. صحيح. أنت تبقى مركز للتسهيل. الفكرة في ثروة مصر كانت إيه؟ ماذا كان يتم قبل عهد عبد الفتاح السيسي؟ هي دي الفكرة، أنت كنت بتصدر موادك الخامس ثم تستوردها مصنعة. صحيح. ده بيفقدك 80% تقريبا من قيمة هذه المواد، ده حتى كمان ما كنتش بتحقق نوع من الاكتفاء زي ما هو حاصل. صحيح. في بعض المجالات يعني، فأنت سديت العجز، تتحدث عن اكتشافات جديدة، المناطق لم تكن مطروقة، وانت بتكلم على البحر المتوسط وبتكلم على الترسيم. ولذلك لما نتابع الهجوم الشيطاني سواء من الإعلام المعادي أو صحيح. من الدول اللي مش عايزاك تبقى موجود في المنطقة بهذا الشكل أو تتحول إلى نمر أفريقي أول، ده في الحقيقة يقول ان انت صح، لان انت مع الوقت بيقل الهجوم لكن انت تحقق انتصارات على الارض، وبتفرض ارادتك على ثرواتك، وبتفرض ارادتك وتحميها، لانه برضو لولا ان انت اشتغلت عسكريا بقاعدة محمد نجيب والقواعد الاخرى ما كنتش هتقدر تعمل ده. التطوير القوات البحرية وغيرها من الاشياء التي حدثت، لكن في النهاية انت لديك استراتيجية واضحة لقطاع البترول الذي كان منهكا في فترات وعهود سابقة، أنت حولته إلى واحد من القطاعات المهمة في هذا الوطن، تتحدث عن اكتشافات حقيقية، ثم تتحدث عن أثر كبير وسريع للمواطن، لأنه أنت ممكن تكتشف زي ما أنت عايز وتجيب ثروات زي ما أنت عايز بس المواطن مش حاسس. لكن المواطن دلوقتي أنت بتتكلم على توسعة رهيبة في فكرة توصيل الغاز الطبيعي وتحويل السيارات ومجالات متعددة، وليس لديك أزمة. أنت كنت في وقت من الأوقات بتشتغل على فكرة أن الناس كانت بتتقاتل على أنابيب البوتاجاز وبتوقف العربيات في الطرق، فأنت يعني هي فكرة بس كمان انه الناس لازم تبقى داعمة لما يحدث في هذا الوطن بهذا الشكل الكبير. وفي الحقيقة يعني الناس تصدت بشكل كبير جدا لكل الهجومات المعادية، لكن احنا ماشيين بشكل كويس جدا في ملف الطاقة، ويمكن حضرتك ذكرت ده وذكرنا قبل كده الملف بتاع الطاقة الكهربائية، لكن ايضا الطاقات المتجددة، يعني الطاقة المنتجة من الرياح ومن الطاقة الشمسية. والحقيقة بس انا عايز اكمل في النقطة دي مع سيادتك، ان يعني النهاردة ممكن حد يسأل طب مصر عندها كهرباء زيادة، طب هي هتصدر الكهرباء لقبرص واليونان وبالتالي لأوروبا، طيب احنا بعد فترة هيكون عندنا القطار الكهربائي، هيكون عندنا مجالات متعددة، هنكون محتاجين الكهرباء. الإجابة هنا ان مصر عندها خطة انها تتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي الكهرباء والطاقة الشمسية وما الى ذلك، اللي هتصل لنسبة 40%، فمصر هيكون عندها
قدرة إنها تنتج ده وكمان تصدر الكهرباء في هذا الإطار. هو في الحقيقة يعني شوية الناس بتتجاوز حيز التفكير إلى حيز الدخول في القرار. صحيح. يعني ما هو يعني خلينا نقول إنه الناس كانت متضايقة من الكباري اللي بتتعمل ومن الطرق وبعد شوية بقوا مبسوطين. يعني الفكرة أنت ليست في منطقة تقييم لما يتم. أنت حضرتك لديك رئيس يعرف ما يفعله جيدا، لديك رجال دولة، يعني انت مش محتاج ثوابت. انت دلوقتي مصر يشار اليها يعني بكل الاشارات الممكنه فيما يتعلق بملفات كتيره جدا، لدرجه ان انت لما بيكلموك من بره عشان تتكلم على قطاع مهم تحدده وتتحدث عنه بالنسبه لمصر قطاع ونجح، انت بيبقى عندك مشكله ان انت عندك اكتر من قطاع. فالفكره هنا انه من يملك القرار هو يملك المعلومه وهو عارف بيشتغل ازاي. صحيح. وفي الحقيقه يعني ليس هناك اكثر من رسائل الطمانه اللي بيعملها السيد الرئيس من اول سد النهضه وانتهاء بكل الملفات اللي موجوده، حتى في ملف الصحه مثلا على سبيل المثال. يعني انا حد بيكلمني امبارح فبيقول لي هو الدوله عندها عشان تمنع الناس يدخلوا من غير ما يبقوا مطعمين. الدولة عندها، وهو بالتأكيد أكيد. ان هو يطلع عربيات في المترو ويطلع هنا ويطلع هنا، فهي فكرة التشكيك او فكرة ان انا اقعد اقول لحياتك والله احنا دي عندنا مشكلة، مش قضيتك. يعني لو كل واحد خلاه في حاجته اللي هو بيعملها، لانه خاصة انه يعني انت بيبقى عندك شغلانة انت نفسك مش عاملها بس قاعد والله الدولة المفروض تعمل كذا. لا، الدولة فاهمة كويس بتعمل ايه، الملفات كلها معمولة، ويمكن احنا لاول مرة منذ فترات طويلة في الحقيقة يبقى عندنا استراتيجية قابلة للتحقق. لما اتكلمنا على فكرة التحول الرقمي ما كانش حد مصدقه، لكن انت دلوقتي رايح للمنطقة دي. في هذا الملف بالتحديد انت تعرف جيدا ما تفعله، ومحدش هيعمل لنفسه ازمه. يعني مفيش حكومه ولا دوله هتروح مطلعه حاجه فيحصل عندها، لان انت بتكلم على طاقه، بتكلم على كهرباء هتقطع. لكن كل الامور في الحقيقه مدروسه بشكل كويس جدا رغم كل الشائعات، والا احنا مش هنتعرض لهذا الكم من الاف الشائعات الشهريه لو احنا ما بنعملش حاجه صح. ولو احنا مش شغالين صح لن نجد هذا الهجوم. ويمكن في الحقيقه المتابعه للاعلام الاجنبي هتلاقي ان الصوره تتغير وان الكلام يتغير عنك وان الكلام الايجابي بقى اكتر من الكلام السلبي، نظرا لانه لو تحدث عنك، مش عشان هو بقى كويس أكيد. بس لو تحدث عنك بالسوء الناس مش هتصدقه أكيد. لان على الارض انت الواقع تتحرك. الواقع مختلف. طيب هكمل بس عشان الوقت سريعا. في الجانب التجاري عندنا تقريبا وفقا للإحصائيات 103 شركة يونانية موجودة في مصر. إمكانات الدول الثلاث من الناحية التجارية والاقتصادية تفوق ما هو متحقق على أرض الواقع. هل أنت مع هذا الاتجاه؟ يعني احنا عندنا في الحقيقة أمال كبيرة جدا في هذا الجانب. ويمكن الحديث النهاردة كان على متابعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة الموجود على أرض الواقع وتعظيمه. مش فكرة ان احنا مش هنكتفي. يعني في هناك تعظيم للجانب الاستثماري ما بين الدول الثلاثة، هناك تحرك كبير جدا في الجانب التجاري، هناك أنواع أخرى من التكامل الاقتصادية قادمة ما بين الدول والسياحي الثلاثة. لأن الحقيقة كمان الأفاق السياحية بين الدول الثلاث واعدة جدا. صحيح. يعني في بعض الشركات النهاردة ابتدت تعمل برامج مشتركة انك تزور مصر وكمان قبرص واليونان. صحيح. وبالتالي ده هيكون له أبعاد مختلفة قادمة بإذن الله. طيب على الجانب السياسي والتعاون السياسي والأمني والتنسيق بين الدول الثلاث في المحافل الدولية، عايز بتشوف هذا الأمر إزاي؟ ناخد ليبيا، لأن ليبيا يعني أحدثت ربكة كبيرة أكيدة. جدا في العالم. يعني إحنا بنتكلم الرئيس كان واضحا أنه الاتجاه لدى بعض الفصائل الليبية. ويمكن أنا كنت لسه قبل ما أدخل كنت متواصل مع إخوة في الجانب الليبي. أنت لديك مشكلتين في ليبيا، لديك جماعة الإخوان، ذيول جماعة الإخوان في ليبيا لا تريد لك أن تنتصر، لهم موجودين في الجانب الغربي، ولا تريد أن يكون هناك حلحلة إلا إذا كانوا هم جزءا من السلطة بشكل واضح وصريح. ثم لديك جماعة مصالح لا تريد أن تجرى انتخابات. لكن الحديث اللي عمله السيد الرئيس والتصريحات النهاردة وهذا التأكيد والتوافق على دعم فكرة أنه تجرى الانتخابات الليبية، في الحقيقة لما نشوف التصريحات العالمية، يعني يمكن كان آخرها السفيرة الإنجليزية في ليبيا قبل ما ندخل الهوى على طول،
مع فكرة إجراء الانتخابات، لأنه في الحقيقة إذا توقفت مسيرة الاستقرار في ليبيا ستكون وبالا على العالم مش على المنطقة بس. يعني إحنا كمصر عندنا مشكلة بس مشاكل ليبيا بالتحديد ستطال العالم كله، لأن من لا يريدون الاستقرار في ليبيا معروفين. ويمكن في الحقيقة هنلاقي أنه الكلام مرتبط ما بين الجانب الليبي، ما بين إجراء الانتخابات يعني تحقيق الاستقرار في الجانب الليبي، وأن تكون هناك أمة ليبية موحدة بشكل كبير جدا لديها استحقاقات ولديها سلطات طبيعية، يعني لديها دستور ولديها برلمان ولديها حكومة ولديها دولة بمفهومها الشامل. لكن في الحقيقة في ناس مش عايزة ده يتم. لكن لما نشوف انه الكلام كان ايضا على مواجهة ارهاب داعش في سوريا، هو في الحقيقة ليه سوريا؟ ما هو بعيد عننا. لا، لما نشوف الانتقال الجغرافي، تحرك الجغرافيا الخاصة بداعش إلى الجانب الأفريقي سواء كان في وسط أفريقيا أو في الجانب الليبي، ونحن نتحدث عن المرتزقة الذين ما زالوا موجودين في بعض المناطق الليبية، فأنت تتحدث عن خطر عظيم. إذا أنت سبته، إذا ما فيش انتخابات، إذا ما فيش الدولة، قد تتراجع الجانب الليبي، قد يتراجع الوضع داخليا إلى أشياء غير معلومة. لكن مع وجود داعش وتحركها جغرافيا أنت لديك مشكلة أخرى أيضا هناك. فالكلام شامل، يعني أنت لديك رؤية. الدول الثلاثة في الحقيقة النهاردة كان لديهم رؤية سياسية عظيمة، ولذلك التحرك الدولي والتصريحات الدولية كلها ما بعد اللقاء كانت تصب في هذا الاتجاه. جزيلا. نورتني فيها صحبك. شكرك على كل هذا التحليل. شكرك الأستاذ عبد الجواد أبو كبة الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، عندنا حوار ثاني، ولكن الآن بنتقل سريعا إلى زميلي أحمد أنور وموجز الأنباء. بعدنا تواصل، ابقوا معنا.